أخبار اليوم. أنا بعمل صديق بيكو، كنا اللي هو عمرو عبد الجليل يعني، وكنا أصدقاء من أيام الجامعة وبنمثل سوا وفي الجامعة، وبعد كده بقى الحياة فرقتنا عن بعض، وكل واحد ساب حلم التمثيل وحلم المسرح وكده، لغاية لما بيظهر لنا تاني بكري في حياتنا وبيقول إن إحنا هنرجع نمثل تاني ونعمل مسرح تاني. فأنا في الفترة دي كنت سبت التمثيل واشتغلت حاجة مالهاش علاقة بالتمثيل خالص، عملت نفسي ساحر، وانا ماليش في السحر ولا في اي حاجه، بس انا اشتغلت سحر وخلاص يعني. فلما بيرجع لنا بكري تاني وبيتكلم معانا ان احنا نرجع نمثل تاني ونرجع حلمنا تاني، بنفرح ان احنا هنمثل ونحقق حلمنا تاني، وندخل معاه في رحله كده طويله لغايه لما نوصل ان احنا نعمل مسرح ونشتغل فيه والموضوع يبقى كويس. المرة مع إخراج الأستاذ تامر بسيوني والمؤلفين كريم الحسيني وأحمد مؤمن ومحمد سباعي، وأول مرة شركة الجذور الأستاذ أيمن يوسف ومحمد يوسف، وأول مرة أشتغل أنا وعمر من سنين، كنا اشتغلنا زمان أوي مع بعض كده مشروع تخرج في السينما، بس أول مرة نشتغل مع بعض على مستوى الاحتراف، وأول مرة كل الكاست. بس أنا سعيد جدا 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 بمشاركتي في الفيلم، وسعيد جدا بشغلي مع عمرو، وسعيد جدا بشغلي مع تامر بسيوني ومع شركة الجذور. أنا حابب ده وفرحان بده ومبسوط وأنا بشتغل في ده، ويا رب إن شاء الله ده الناس الحب اللي كان موجود بيننا ده والفرحة ده إن شاء الله الناس تشوفه على الشاشة إن شاء الله. رمضان قرب وأكيد الناس اللي بتحبك ومعجبينك عايزين يعرفوا، الله أكرم، عايزين يعرفوا في شغل لحضرتك في رمضان؟ إن شاء الله، يعني أنا بشارك في مسلسل أفراح القبة إخراج الأستاذ محمد ياسين، وبعمل دور فرج، ده ضابط شرطة، بس ضابط مش عادي، بيدخل يبين يظهر حاجات في الدراما، يغير حاجات، فلان الدراما ماشيه في المسلسل بشكل مش طبيعي، يعني متداخله مع بعض بشكل مش طبيعي. ففرج ده بيدخل يعمل حاجه في الدراما بوظيفته ان هو ضابط شرطه. احنا بنشكر حضرتك جدا ومتشوقين نشوف دور حضرتك في الفيلم، والتوفيق دايما. العفو، ربنا يخليك، انا فرحان بيكم ونورتونا، وان شاء الله الفيلم يعجبكم. ميرسي، ربنا يخليك يا منير.